شبنم شبيه النعامة هي جنس الطيور يتبع فصيلة الشبنمية من رتبة الشبنميات. يعود أصله إلى الغابات المطيرة في غينيا الجديدة والجزر القريبة منها وكذلك شمال شرق أستراليا. ولهذا الطائر ثلاثة أنواع حية غير منقرضة، أشهرها الشبنم الجنوبي الذي هو ثالث الطيور من حيث الطول وثنيها من حيث الوزن، فلا يوجد طائر أكبر منه غير للنعامة والأمو. هو طائر ضخم لا يطير، ويعتبر ثاني أكبر طائر في العالم بعد النعامة. ريشه بني ضارب إلى السواد، يكاد يكون أقرب شيء إلى الشعر. على رأسه شبه خوذة عظمية ضخمة. أما الرأس نفسه والعنق أيضاً فأجردان زاهي الألوان. قائمتاه قويتان قادرتان على القضاء على الإنسان وإخماد أنفاسه. يعيش أزواجاً أو جماعات. يبلغ وزنه ما يقرب من 60 كيلو جراماً، وفي بعض الأحيان قد يصبح أطول من الإنسان البالغ. يملك 3 مخالب قوية في كل قدم، أطولها يبلغ 13 سنتيمتراً. يتغذى الشبنم بشكل أساسي على الفاكهة، كما يأكل الحشرات والضفادع والحيوانات الصغيرة والفطريات. وهو حيوان يتغذى على المواد النباتية والحيوانية، فهو يأكل الأغصان وحبوب الأعشاب إضافة إلى اللافقاريات والفقاريات الصغيرة. والشبنم حيوان خجول جداً، ولكن إذا تعرض للإزعاج فقد يسبب إصابات خطيرة جداً للبشر. وهو أخطر طيور العالم، حيث أنها قادرة على توجيه ضربات قاتلة فوراً. وهو طائر عدواني لدرجة شديدة ومتقلب المزاج جداً، خصوصاً إذا شعر بأنه محاصر أو إن كان مجروحاً. إذا اقتربت من هذا النوع من الطيور قد تصاب بشيئان لا ثالث لهما، وهما ركلة تتسبب في كسر عظامك أو قتلك، أو نقرة بالمخالب الحادة التي تشبه الخنجر. ويصعب أن يتم الاحتفاظ بها في حدائق الحيوانات، ويصطاده السكان المحليون لمقايضته بثمانية خنازير أو لتقديمه مهراً للزواج. ويعتبر هذا الطائر من الطيور القليلة التي يقوم الذكر فيها برعاية الصغار وحضانتهم، فالأنثى تضع عدداً من البيوض بجوار كل ذكر تقابله، ثم ترحل ويقوم الذكر برعاية العش ثم الصغار لمدة 9 شهور.